يا لعبه حنا نحبها صبحكم الله بالرضا والخير يا لعبه حنا نحبها صبحكم الله بالرضا والخير يا لعبه حنا نحبها هلا لا لا يا لا لا يا لا يا لعبه حنا نحبها صباحكم الله بالرضا والخير يا لعبه حنا نحبها هلا 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 يا لعبه حنا نحبها يا لا 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 يا لا 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 يا لعبه حنا نحبها صباحكم الله بر او الخير يا لعبه حنا نحبها هي هي لا 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 يا لعبه حنا نحبها صباحكم الله بالرضا والخير يا لعبه حنا نحبها السلام عليكم طيبين صباحكم الله بالخير والسلامة حياكم الله عساكم بخير حيا الله اخويانا والضيوف الله يحييكم ونحيي مرة أخرى خوينا أبو حارث يا سلام بالدامر الحارثي نيابة عن أبو محمد حيا الله ونصب عليكم والله أنا ودي لكم طالعين على طول الهواء كذا من يوم أول أنتم اللي دخلتونا على الناس وحنا لا نزال على الهواء دائما لا احنا ودنا لا احنا من قبل ما نتكلم قبل ما نقول سلام عليكم أنتم اللي جيتوا سلمتوا وكانت يعني فعلا لا هي كذا الأصول الأصول القديمة أول ما تدخل بالعرضة ثم تبدي السلام طيب وبعدين بعدين نجلس هناك على لا طعام. لا قبل ما تجلسون أبي هل كأنها تحية عسكرية هذا الردية هي كذا الردية أجي هناك ونسوي يسمونها الست عندنا الناس يسمونها ردية هذا يعني احتفاء باللي قدامنا وتفاعل مع القصيدة طيب وش الست وش دخلنا في الست والست هي يسمونها الست ما بسمي الست يعني تغيير النهج تغيير نهج العرضة أيوة تبديل ست دقائق على مثل الوقت المستقطع خلنا نسمع أبو يلا تفضل أبو هذه مثل الردية هذه كأنك يعني في شغلة في عرضة ورتن معين بعدين تبي تعدل تبدل اكشن عط مجال تبديل خطوة هذا واحدة أول شيء أصب عليكم بالخير أصب على المشاهدين وأصب على المطاليق من كل دينة ونصبح على كل قناة الواقع اللي والله العظيم إنهم من المخرجين والناقلين وكلهم على رؤوسنا والله ونشكرهم ونشكر المشاهدين وصراحة أبو علي ما قصر معنا ووصلنا إلى هذا المكان وأنتوا اللي طلب فبيض الله وجهكم جميع لا أبو علي ما شاء الله اليوم شايش وأنا شايش في خاطرك شيء لا يا نفداك خاطرك شيء صباحكم الله بالرضا والخير يا لعبه حنا نحبها صباحكم الله بالرضا والخير يا لعبه حنا نحبها ها 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 حياكم أربع دولي وين الست أنا قاعد أعد بس بعد الفطور تنقص ولا هي ست يعني ست أربعة الظاهر كذا وهي زي ما قال أبو ثامر هو يزودها شوي يعني مثلا لو كنا نجي الحين ندخل العرضة خلها رجلية كذا أيوة صباحكم الله بالرضا والخير يا لعبه حنا نحبها صباحكم الله بالرضا والخير يا لعبه تبديل هذه الست اعاده من حركه الى حركه تمام ناس يسمونها كذا وناس تفاعليه وناس تقديريه وكلها عرضه ويبدو الا انها مثلها فيها رياضه يعتبرون نقوم اي نعم تفضل تفضل احسن ما يتغير يلا 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 تفضل وبعدين حطوا شيء للفطور